Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme teqabbel minna cemiyan as-salata ve s-siyama ve l-qiyam. Allahümme şifi mardana ve mardal muslimin. Ve arham mevtana ve mevtel muslimin. Ramazan ve tefekkür. Tefekkür ibadetun jalila. Yetekarrabu biha l-insanu ilallahi subhanahu ve ta'ala. Tefekkür yec'alul insan ينظر في كتاب الله وينظر في كتاب الله المنشور في هذا الكون الفسيح. قال الله تعالى في سورة النحل الآية 11 لقوم يتفكرون، وقال في سورة الأنعام الآية رقم 50 أفلا تتفكرون، وقال في سورة آل عمران في الآية 191 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كثيرة تدعونا إلى تحقيق هذه العبادة الجليلة، عبادة التفكر. كتب عباس محمود العقاد رحمه الله كتابا بعنوان التفكير فريضة إسلامية، مما ورد في هذا الكتاب بدءا من الصفحة 33 وما بعدها أن القرآن الكريم ما ذكر العقل إلا في مقام التعظيم. ثم ذكرنا الأستاذ عباس محمود العقاد بالآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تدعونا إلى تحقيق هذه العبادة الجليلة، عبادة التفكر. ومن ثمرات هذه العبادة الجليلة أننا نقرأ الكتابين معا، نقرأ كتاب الله المقروء وهو الوحي الطاهر، نقرأ القرآن الكريم ونتفكر في آياته وأحكامه وحكمه، وفي الوقت نفسه نتفكر في كتاب الله المنشور، في كتاب الله المفتوح، في هذا الكون الفسيح الذي قال الله عز وجل في سورة فصلت في الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. رب سبحانه يمرغيد باش نستخدم اللاغنغ اللاغ كاين يشد نسلاغ، اما التفكر التدبر النظر سموغلي ذا خمام ذا حزب يفزري ذا ربي سبحانه اكثر من الف مره ذي القران الكريم باش غديني يلهاوني استخدمنا اللاغيس يلهاوني تفكيرا ونتخميما، اخاطر ما الا نستخدم العباده ياكي فمزوروث نخمم ذي القران الكريم أن سفيدي سي الخير سي الروج يقلان ذي القرآن الكريم من استخدم الله غنغ وذاغ أنخمم ذي الكون يقضي خلق ربي سبحانه ذي جنوان ذي ثران ذي طيج ذا قور ذي الذيور أين كنت خلق ربي سبحانه عز وجل من استخدم الله غنغ أن يسين ربي أكثر وتنحمل أكثر وتنعبد أكثر. اللهم وفقنا جميعا إلى تحقيق عبادة التفكر. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.